السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في سلسلة ارق نفسك وأهلك بنفسك. موضوع اليوم عبارة عن رقية وجيزة من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة تعتبر من الرقية الموجزة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أيضا سورة البقرة من الآية الأولى حتى الآية الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أيضا الآية 255 من سورة البقرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أيضا سورة البقرة من الآية 284 حتى الآية 286. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أيضا أي سورة يوسف جزء من الآية 64. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. أيضا سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أيضا سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أيضا سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أيضا سورة الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. هكذا انتهينا من حلقة أو فقرة ارق نفسك برقية موجزة من القرآن الكريم. إن شاء الله تعالى سوف نتطرق في حلقات قادمة إن شاء الله عن الرقية من السنة أيضا بالطريقة الموجزة، وأيضا نتطرق إلى الرقية من القرآن مطولة ورقية من السنة مطولة في عدة حلقات إن شاء الله تعالى. عافانا الله وعافاكم.